هي الغابة خاصة بعد العصف الثلجي وبعد دخول فصل الشتاء. هو هذه السنة لم منذ سنوات عدة لم تأتي على سوريا مثل هذه العاصفة، سواء العاصفة الثلجية أو حتى البرد القارس. هناك أيضا نقص حاد كما ذكرنا سابقا، وننوه أيضا يوميا إلى هذه المشكلة، انعدام للكهرباء ونقص حاد في الوقود. الناس لا تجد شيء يدفع عليه. أغلب التدفئة، وسائل التدفئة هي عبارة عن الأشجار اليابسة والأشجار الميتة، يقوم الأهالي بتقطيعها وإشعالها لتدفئة أولادهم. أيضا الناس بدأت تلجأ إلى الإطارات الدراجات النارية وإطارات السيارات لتشعلها أيضا لحتى تدفئ أطفالها. هناك في العاصفة الثلجية سجلت حالة وفاة لشابة في معرض النعمان جراء البرد القارس. الناس لم تستطع الخروج من منزلهم أبدا بسبب العاصفة، فلم يبقى لديهم شيء ليتدفؤوا عليه. فأخبرنا الأطباء أنه توقفت الكلاوي عن العمل مما أدى إلى وفاتها بسبب البرد القارس جدا. نعم هاني، دعنا نتحدث عن التطورات العسكرية في المنطقة، عن آخر أخبار انتصارات الجيش الحر، وخاصة في ريف إدلب، ريف إدلب الذي يشهد المعارك المحتدة والكثيرة بين الجيش الحر وقوات النظام. حدثنا عن الوضع العسكري وعن المعارك بين الجيش الحر وقوات النظام. الوضع العسكري اليوم، منذ ساعة تقريبا قام الجيش الحر بإرسال سيارة مفخخة إلى بلدة الفوا، هي تحت سيطرة النظام. تفجرت السيارة في إحدى حواجز الشبيحة وعناصر حزب الله. حتى الآن لم ترد معلومات عن الخسائر التي وقعت في صفوف كتائب الأسد. اليوم منذ الصباح كان هناك اشتباكات شبه متقطعة، اشتباكات يومية بين الجيش الحر والجيش الأسدي في معسكر وادي الضيف وتجمع الحامدية. كان هناك أصوات انفجارات واشتباكات مستمرة منذ الصباح. نعم هاني، ألو، نعم هاني، نعم أخي، أشكرك كثيرا، حسنا أشكرك كثيرا هاني هلال، مراسل شبكة شام، كنت معنا من محافظة إدلب.